أصدر نادي الأهلي منذ قليل بيان شديد اللهجة بخصوص تأجيل مباراة الأهلي والزمالك بحجة الدواعي الأمنية، حيث ذكر في أنه لن يخوض أي مباراة رسمية قبل مباراة الزمالك كما هو كان محدد لها في الدوري المصري. وذكر أيضا وجود الأمن في المباريات التي شارك فيها كافة الأندية المصرية سواء بالدوري المصري أو بالبطولات الأفريقية، وما استوعبته من أعداد حاشدة. وفعلا ده قرار احنا كلنا بنأيده ومنتظرين رد الاتحاد المصري لكرة القدم.